السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهاردة بخير وفي أحسن حال يا رب. النهاردة الوصفة سهلة وبسيطة كالعادة. طبعا أنا من عشاق الفيديو ده النهاردة، يعني أنا حاجة كده وهم وهم وهم، بعشق حاجة اسمها بشاميل، مكرونة بشاميل. عاملاها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة أي حاجة خالص. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي؟ بجد خطيرة. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت سمنة بالشكل ده، اسيحها على البوتاجاز. طبعا انا قايدة النار عليها، وهحط يعني لو حطيت معلقتين سمنة احط عليهم معلقتين دقيق، لو هزود السمنة يبقى هزود الدقيق. انا هنا بشوح السمنة مع الدقيق، اشوحهم على نار تكون متوسطة، وهفضل اقلب كويس جدا مع بعض. طبعا انا هنا مزودة كمية الدقيق ومزودة كمية السمنة. بصوا زي ما انتوا شايفين هفضل اقلب كده كويس جدا، ولو انتوا ملاحظين ان انا بفك التكتلات اللي فيها عشان تتشوح معايا على البوتاجاز. واهو بقلب بقلب. طبعا لو انتم ملاحظين قبل كده انا كنت منزله طريقه مكرونه بشاميل، وكنت منزله البشاميل برضو بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه دي. انا هنا شفت السمك بتاع البشاميل انا عايزاه ازاي، سوري التقليب انا عملته ازاي. انا هنا حطيت كميه اللبن او الحليب زي ما انتم بتقولوا عليه، وهفضل اقلب كويس جدا بالمضرب او بالمعلقه الخشب. اهم حاجه ايديكي تكون فيه على طول، يعني نفضل نقلب عشان ما يتقلش معايا ويكلكع. انا مش عايزة فيه اي تكتلات خالص. هفضل اقلب 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 لحد ما يبقى كريمي معايا. وانا كل ده قايده عليه النور. طبعا انا هنا هضيف له مكعبين من المرق. طبعا عايزة تحطي واحدة حطي، مش عايزة تحطي خالص عادي، هو مش اجباري هو اختياري. يعني المكعب المرق او المكعبين المرق اللي انا حطيتهم هم اختياري مش اجباري، بس بصراحة بيدوا حلو، بيدوا تيست حلو قوي قوي للمكرونة البشاميل او البشاميل عامة. وطبعا قلبت المكعبين المرق، اهم حاجة تفتفتيهم كويس جدا عشان ما ينزلش قطعة واحدة ويبقى متكون في حتة واحدة. هقلبهم كويس جدا. بصوا لو انتوا تلاحظوا ان انا ما سبتش المضرب خالص من ايدي. هنا حطيت فلفل اسود وبرده قلبت كويس. ممكن تحطوا فلفل ابيض، مش شرط فلفل اسود، بس انا المتوفر عندي فلفل اسود فحطيته. لو انتوا موجود عندكم فلفل ابيض يستحسن. في الحتة دي بقى حطيت ملح. اهم حاجة تدوقي الاول، لان المكعب المرق بيكون في ملح وفي بهارات والكلام ده كله، فلازم تدوق الحدق بتاعه. فانا هنا حسيت ان هو محتاج ملح فزودت له ملح. تمام، وهفضل اقلب كويس جدا. شايفين القوام معايا عامل ازاي؟ طبعا في ناس بتحب القوام بتاع البشاميل يكون اخفف شويه، فانت لو حباه يكون اخفف شويه زودي له حبه لبن. لو عايزاه بنفس القوام ده خليه زي ما هو. انا قدمته معاكم في الطبق بالشكل ده عشان تشوفوا القوام معايا عامل ازاي. طبعا هو مش فيه تكتلات ولا اي حاجة خالص. في ناس بتحط في البشاميل بتحط بيض من جوه العجينة نفسها، بس انا ما بحبش احط كده خالص. انا هنا في المرحلة دي انا عندي مكرونة تكون مسلوقة نص سلقة، وبعدين هجيب كمية البشاميل، جزء من البشاميل على كيس المكرونة، وهروح مقلباهم مع بعض. تمام، وهروح جايبة صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، وهروح رصة عليها اول طبقة مكرونة بالبشاميل، وبعدين تاني طبقة اروح حاطه اللحمة المعصجة. لو انتي معصجة اللحمة بفلفل وبصل او ببصل بس عادي مفيش مشكلة. هبقى اسيب لكم وصفة
طريقة اللحمة المعصجة في آخر الفيديو إن شاء الله. وبعدين جبت الجزء التاني بتاع المكرونة بالبشاميل وحطيته من فوق، وهبدأ أساوي السطح معايا. أهم حاجة الطبقة اللي تحت تكون مليانة مكرونة بشاميل وتبقى ماسكة نفسها، إنما الطبقة اللي على الوش مش ضروري تكون فيها مكرونة كتير، بتبقى قليلة من فوق بتبقى أحلى مليون مرة، وبتختلف على فكرة في الطعم. بصوا زي ما انتوا شايفين انا سويت السطح فوق بالمكرونة البشاميل، فانا هنا عندي 3 طبقات، وشايفين البشاميل نفسه مش تقيل ولا مكلكع ولا اي حاجة خالص. هبدأ بقى في المرحلة دي اروح حاطة من على الوش بقية البشاميل اللي انا كنت عيناه على جنب، هبدأ انزل كل الكمية معايا بالشكل ده. طبعا لو انت عندك اي نوع من الجبن حطيه، انا كنت عاملة برضو البشاميل بطريقة تانية وكنت منزلاه على القناة، هبقى اسيبهولكوا في اخر الفيديو برضو، بس كنت حاشية جبن بقى والكلام ده كله. انا النهاردة مش هحط جبن خالص. ممكن انتي بقى تحطي تدخلي المكرونة البشاميل كده الفرن من غير ما نحط بيض على الوش ولا اي حاجة، بس انا في الوصفة النهاردة هحط بيضاية على الوش. بصوا زي ما انتوا شايفين انا غطيت الوش من فوق بشاميل كله. انا جبت هنا بيضاية وقلبتها كويس جدا، عليها حبة فلفل اسود، ورحت جاية وبعد ما قلبتها كويس جدا هبدأ اوزعها على وش البشاميل او مكرونة البشاميل معايا. البيضاية دي اختياري مش اجباري، في ناس كتيرة جدا ما بتحبهاش وفي ناس بتحب الوش بدلها. طيب لو انتي مش عايزة تحطي بيض ممكن تحطي ايه؟ ممكن تحطي 2 معلقة بقسماط على الوش كده وتوزعيهم، برضو بيحمر بس بصراحة ما بيديش الطعم والتست اللي احنا بنحبه عامة. وممكن تستغني عن البيض وعن البقسماط وتحطي جبن بس، فما فيش اي مشكلة خالص. انا طبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف اللي في النص، ما بتقعدش بتقعد من 20 ل 25 دقيقة بالكتير قوي، زيها زي الكيك بالظبط. طبعا انت عايزة تحطيها في الفرن لحد ما الوش بتاعها يتحمر اكتر عادي مفيش مشكلة، بس انا هنا بصراحة انا عاملاها في بوتاجاز مفهوش شواية، فانا سبتها لحد ما الوش بقى كده، يعني انا سبتها في الرف اللي تحت خالص لحد ما بقت معايا بالشكل ده. فانت لو عندك فرن بشواية حطيها على الشواية لحد ما يكون لونها ذهبي وهتطلع ان شاء الله معاكي زي الفل، بس انا هنا انا عاملاها في فرن من غير شواية، فانا سبتها لمدة 30 دقيقة على فرن يكون متوسط ما يكونش حامي قوي ان هو يحرقها، وفي نفس الوقت سخونية الفرن بتحمر الوش زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بصوا انا هنا ما بستخدمش السكينة خالص، انا بقطع بالمقصوصة او زي ما انتوا بتقولوا عليها، وقطعتها بالشكل ده وطلعت الخرطة. شفتوا شكلها عامل ازاي؟ بجد خطير وطعمها حكاية. بص طبعا بقى يعني البشاميل مش تقيل ولا اي حاجة ولا فيه تكتلات، ما شاء الله المكرونة طالعة معايا جميلة وزي الفل. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، وبجد الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. وطريقة اللحمة المعصجة ان شاء الله هسيبها لكم في اخر الفيديو برضو. بصوا الشكل عامل ازاي خطير، ما بالك بقى الطعم هيبقى عامل ازاي، وهم ان شاء الله. اتمنى الوصفة يكون عجبتكم وتكون طريقة شرح كويسة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم بقى ان انتوا تتفرجوا بقى على بقية الفيديو.